محطتنا الثانية كمان خصصناها للأطفال، فبيتعرض بلايين من الأطفال لأنواع متعددة من الكوارث الإنسانية سواء كانت طبيعية أو من فعل الإنسان، وهذا الشيء بيحرمهم من أبسط حقوقهم بالحياة الطبيعية. دائما بنقول إنه الأطفال هن انعكاس لسلوكيات وتصرفات أهلهم، بيتأثروا فيهم بشكل كبير وبيحاولوا يقلدوهم بكل شيء، فلابد من التعامل مع هدول الفئة من الأطفال بشكل دقيق وخاص من خلال عدة طرق وأساليب لتخليهم يتجاوزوا كل الظروف المحيطة فيهم بدون ما يأثر على سلوكهم اليومي وحياتهم المستقبلية. عطول سلمى، بمحطاتنا الصباحية مستمرين بالحديث عن تداعيات الزلزال، الصدمة النفسية عند الأطفال. صحيح هايدي، ومثل ما بنقول العمر الصغير أو خليني أقول 7 سنين الأولى هي الأساس بتكوين شخصية الطفل من عادات وسلوك وأيضا من كل شيء ممكن يتعرض له. خلال الفترة الماضية كانوا الأطفال حسب التصنيف أيضا النفسي العالمي هن من الفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضرراً بكل المشاكل اللي عم بتمر، إضافة إلى المرأة اللي كانت بالمرتبة الثانية. طبعاً كل الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين بسوريا بالذات حاولوا من خلال مبادرات عديدة التعاون مع كل الجهات والتشبيك من أجل القيام بجزء من واجبهم وهو التخفيف من الصدمة النفسية بمبادرات عديدة رصدناها معكم. واليوم رح نحكي أكثر بهذا الاختصاص كيفية التعامل مع الطفل بالكوارث أو بالأزمات، شو دور الأهل ودور المحيط. كل هاي المعلومات وأسئلة رح تجيبنا على أجوبتها طبعا ضيفتنا بالاستديو الدكتورة ياسمين بسام الشلبي، دكتورة بالتنمية المجتمعية وعلوم الأرشاد، وهي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شام الياسمين للأرشاد والخدمات المجتمعية. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. بالبداية اليوم بعد كارثة الزلزال يلي حصلت، الأطفال صار عندهم فينا نقول صدمة نفسية بحياتهم، خلينا بالبداية نعرف مفهوم الصدمة النفسية. هلا نحن إذا بدنا نحكي بداية عن الصدمة، فنحن لسه يعني حسب الدراسات، في عنا 3 دراسات، نحن عمليا لسه ما فينا ناخذ النتيجة المضمونة لها إلا إما من أسبوع لثلاث شهور أو من 3 شهور لست شهور، وفي منهم بيستمر للسنة. فلذلك نحن التحديد كتير بيسيء للعملية اللي نحن بدنا نشتغل فيها مع الطفل أو الأطفال أو مجموعة اليافعين. المفترض إنه بس نحن نشتغل ضمن تعليمات المختصين وغير المختصين اللي بتجي هي بالإسعافات اللي لهلا أنا مع فكرة إنه نحن نسميها أولية، اللي نحن فينه أي حدا يشتغل فيها مع أي طفل سواء كان مختص أو غير مختص، مجرد إنه قدر ياخذ هذا التأهيل اللي بأهله إنه هو يشتغل يا إما بالاطلاع يعني على هي المعلومات أو عن طريق الدورات أو عن طريق المبادرات اللي عم تصير واللي عم بتأهل كوادر كتير منيحة ليقدروا يشتغلوا بهذا الموضوع. يعني إذا فينا نقول نحن مجموعة الأطفال اللي احنا بدنا نشتغل معهم بموضوع الصدمات، المفترض يكون في عنا نحن صفات بتأهلنا لنشتغل معهم. كيف نحن ككبار إذا كنا نحن قلقين أو متضايقين ضروري نحن نفرغ ونحكي، ما بنختار الأشخاص الغير كفؤ انه هن ما بيسمعونا. يعني اكيد انا اذا متضايقه من شغله وبدي اجي احكي لكم رح اختار الشخصيه اللي ممكن تسمعني على الاقل، بينما انا الشخصيات اللي ممكن ما تسمعني او تهمش حديثي فما رح احكي معها نهائيا. فاذا بدنا نبدا بموضوع الاطفال ففي عنا تدريج، لانه انا اللي متعرضين للصدمات للازمات لهي المشاكل، كيف انا اتعامل معهم وكيف ادخل من باب كأنا كأم كأب كمربي كأخت كأي حدا. أول شيء إنه معظم الناس بتخاف إنه تحكي هذا الصدم بشكل واضح للطفل. يعني بتصير مثلا لنفرض هذا الطفل فاقد الأبوين مثلا، تمام، بالزلزال، ونحن موجودين حواليه عائلته الأبعد الدائرة الأبعد أو مجموعة أصدقاء أو اللي نحن اللي هن يعني. فأول شيء بيصيروا بيخافوا يقولوا له الحدث. المفترض هو ما ينقال فورا، ينقال تدريجي بس ما ينكذب فيه. يعني مثلا فقد الأبوين أنا بقول له أنه البابا والماما بالمشفى، تمام، ما بقول له أنه ماتوا إذا هن فعلا يعني فقدهم. ثاني مرحلة بقول له وضعهم عم بيزداد خطورة، بلش يعني بدرج شوي 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 لأوصل للحقيقة أنه قل لهم أنه ماتوا. في يعني ناس مو بشكل مباشر؟ لا لا أكيد لا، بس في ناس هون شو بصير، بابا سافر
ماما سافرت رح يرجعوا. هي القصص كتير خطرة أني أنا أكذب فيها على الطفل، لأنه مرحلة التشافي من هي الآثار حتطول كتير، تعطي أمل زائف تماما. يمكن وقت يتفاجأ ويعرف الخبر رح تكون الصدمة عليه أكبر، كتير ممكن تعمل له انتكاسة تمام. أساسا لأنه هو كان ضمن كارثة يعني، أكيد هو أيضا رد نفسي. كمان عنده مشكلة أو رد نفسي مثل ما بنقول. طب تمام. دكتورة ياسمين، كمان في نوع آخر من الحالات اللي هو الأب والأم أو أحدهم نجي مع طفل من أطفالهم، فهو عنده رد نفسي والطفل عنده رد نفسي، وبهذا الوقت بيكون صعب نفصلهم عن بعض تمام. لحتى نقدر نتعامل مع كل شخص، فبيصير بيأثروا بيتأثروا ببعض. كيف طريقة التعامل بدها تكون؟ قد ايه صعبة هالمرحلة؟ تمام، هي المرحلة الأصعب حقيقة، لأنه معظم اللي تضرروا الأطفال أخذوا حالة الأب والأم اللي موجودين. يعني هلأ منشوف في أطفال هي تأثرت بس مو مثل غيرها، لأنه الأب والأم كان عندهم صلابة، يعني هن أكيد خافوا أكيد ارتعبوا، شيء نحن أول مرة بنتعرض له، بس مستوى الخوف عندهم كان مختلف عن غيرهم. بينما اللي تعرضوا لشيء كتير قوي، هلأ أول شيء بده ينشغل صراحة مع الأب والأم. يعني هلا هون كله متوجه للاطفال ولليافعين، بس النصيحه هي الاساس الاب والام، لانه رده فعلهم والاسلوب اللي هن بدهم يتعاملوا فيه مع الطفل هو الاساس. انا قد ما اشتغلت اذا بعمل كل التمارين وكل الانشطه وكل شيء مع هذا الطفل والاب والام لساتهم بهي الحاله، فانا ما رح استفيد شيء. يعني انا عم بشتغل من جانب واحد وبدي الجانب يكون تكاملي، فالمفترض انه نشتغل معهم بالتفريغ النفسي اهم شيء، بالاستماع انه نحن نستمع لهم. مثلا هن قلقانين من شيء، متوترين لساتهم وبعد الحادثه اللي صارت يعني، فانا بعطي المدى الاطول لانه يحكوا كل شيء مضايقهم اذا عندهم استعداد. بينما اذا ما عندهم استعداد بدي انطر للوقت اللي هن بيلاقوه مناسب، لانه اجبارهم على انه يحكوا الاحداث كمان في مشكله تمام. يعني مثل مثلا الشيء اللي احنا شفناه انه تحت الانقاض او بظرف لسه ما خرج انهم يطلعوا مثلا على فيديوهات الاهالي ونحن عم نسالهم شو شعوركم تمام. يعني هون بدي كثير مؤلم هذا الحكي صحيح. ومزعج اكيد. في فئه يعني هون من الاطفال بعد ما طلعوا من تحت الانقاض وكانوا ناجين، ممكن بعض اهاليهم كانوا متوفين، رغم هيك صاروا يحكوا، يطلعوا مقابلات ويحكوا انه مثلا الاب توفى او أمين. شو نوع هي الصدمه اليوم تمام؟ هلا هي الفكره اللي كنا بالبدايه عم نحكي، انا لسه ما كفيت كانت الفقرة الأولى، أنه هن عندهم صلابة نفسية أكثر من غيرهم. يعني هن مشغولة عليهم من الأب والأم، إما فطرياً أو مشغول بشكل حقيقي، فنتيجة تعرضهم للصدمات اللي نحن كنا عم نتعرض لها صرنا فترة وزمن طويل، حسوا أنه هذا الشيء ثانوي بيصير وانه ممكن اني انا اتقبله. هذا هلا هون احنا في عنا شيء اسمه مراحل نمائيه للطفل. هي المراحل انا بعرف كل سنه كيف بيفكر وقديش لازم ياخذ قدر من المعلومه وشو بيتعلم وشو بيعرف وشو بيقدر يفرق بين شو يعني في معلومات كثيره بكل مرحله نمائيه. هون في اطفال تجاوزت المراحل النمائيه تبعها، فوقت بدي اجي خاطبها ما بخاطبها على قد المرحله النمائيه، بخاطبها حسب وعيها. مشان هيك اذا هذا الطفل سالني سؤال فانا الجواب بيكون متعلق بجوابه. يعني كيف؟ يعني مثلا سألني مثلا ليش هيك صار؟ سؤال كتير بيسألوا الأطفال، وأغلب المعلومات تجي مغلوطة بهون إنه الله زعلان منا، الله يعني بلشوا هون المعلومات اللي هي بتمثل العقيدة وهي بتكون خاطئة. فأنا هون المفترض أقول له أنت شو بتعرف؟ أنت شو جوابك؟ بسمع منه، وبس أخذ جوابه برد بعيد جوابه بأسلوب تاني، معناته هو هاد اللي بيعرفه، أكثر من هيك ما بيعرف. وإذا كان في عنده معلومة مغلوطة بصحح له إياها هون حسب المرحلة النمائية، لأنه إذا بعطيه فوق حده فأنا عم ضره، وإذا بعطيه أقل فما وصل للجواب اللي أنا بديه تمام؟ أو عفواً اللي هو بده إياه. فأنا المفترض هون أول شيء ما خاف أني أنا أحكي أنا وياه عن هذا الحدث، بس اختار الوقت المناسب أني أدمجه بالألعاب بالأنشطة بالتمارين. بس أنه في فرق بين أنه مثلاً نحن نعمل تمارين بس لأنه نروح عن الأطفال فترة مؤقتة، وبين أنه هي تكون مدروسة وأنا عارفان شو عم بشتغل. الروتين هو الدواء للكبار وللصغار، يعني بيجمع بين سؤال حضرتك وسؤاله انه انا لما برجع لروتين حياتي قدر الامكان، بعرف في ناس صارت بالايواء وفي ناس مع عيال، يعني كل حدا له ظرفه، بس لما انا متعود اعمل عادات معينه برجع بساويها، ف
فهذا مؤشر، الروتين بيعطي مؤشر انه نحن يلا شفتوا بلشت رجعت الحياة الطبيعية، فرجعوا، فالجهاز العصبي بيرتاح لانه نحن عايشين بفترة قلق. يعني هلا اغلبنا ما عم يخلص من هذا القلق، في ناس لهلا عم تقلي نحن عم نشعر بهزة او بهذا بالمتلازمة هي اللي ما بعد الهزة، كل هي الاشياء طبيعية، بس المفترض اللي نحن نعمله انه نفس القدر الامكان في تمارين استرخاء بتنعمل، هي المفترض تكون اسلوب من اساليب حياتنا صراحه، يعني ما وقت الكوارث بس، يوميا لازم تصير، ونحن اذا تعودناها بنرتاح كثير. في عنا شيء كنت عم بحكي للصبايا تحت الهواء انه في عنا خطه الكوارث، هي موجوده بمنهج من مناهج التعليميه للاطفال اللي هو منهج مونتيسوري، نحن كنا نتعلمها وقت تعلمناها كله صار يضحك انه ايه شو ما كان في شيء، يعني هذا المنهج لما اخذناه كان قديم، انه شو عم تعلمونا انه ما في شيء من هذا الشيء، بس هي ضروريه لما نحن بنتعلمها وبنعلمها لاطفالنا، بيعرف الطفل انه طبيعي يعرف شو هو مثلث الحياه، انه انا وين بدي احط شنطتي اذا انا بده يصير خطر، شو لازم يكون فيها مستلزمات، انه هذا الشيء بصير طبيعي مو مصدر خوف، انه ماما شو اعمل شو ساوي شو، يعني في فرق بين انه انا جاهز وبين انه يعني حقيقه انا كان في عندي لسه خوف شوي اكثر من اطفالي عليهم، بس هن كانوا مستعدين لانه هن دارسينه لهذا المنهج دراسه عمليه، والطفل هو صغير انه ممكن تمام يصير هالشيء، فانه لا هو من خلال المنهج يعني في خطه كوارث اما للحريق او اذا صار مثلا بما انه احنا متعرضين لحرب انه كيف اطلع اذا في تعرضت لضرب او كذا كيف فيني اهرب، ففي اشياء هي طبيعي الولد يتعلمها بالحياه، نحن ما لنا متعلمينها لانه ما لها موجوده بثقافه حياتنا، بس لما بنتعلمها بنلاقي الامور طبيعيه، صحيحه نخسر صحيح في اضرار كثير كبيره، بس كمان ما معقوله نضل بالحاله نفسها، يعني بدنا نطلع قدر الامكان، والناس المحبطه اللي حوالينا واللي عم تحاول كثير يعني تزيد الوجع نحاول نبتعد عنهم قدر الامكان، لانه صراحه يعني ما حدا قادر يتحمل ضغط اضافي اكثر، يعني غير السوشيال ميديا لانه كل حدا شعر بهزه بيكتب لهم هزه غير هي لحالها قصه، غير الناس اللي هي انه عم تورجي انه خلص الحياه انتهت، انه لسه شو بده يجينا لسه كمان، قدر الامكان نكون متقبلين لكل شيء عم بيصير، لانه في شيء كمان مربوط باراده رب العالمين يعني، فهي الاجواء اللي نحن مشحونه حوالينا، اي شخص ايجابي بده يبلش يحكي بشوي انه الحمد لله رب العالمين على كل شيء صار، اكيد كله لخير اكيد كذا، عم بيصير شخص مكروه حقيقه. هلا بالاضافه لانه نحن غير انه نرجع الروتين نحطه ب ب بخطة الكوارث هي مسبقا، وهلأ لو خلصنا نعلمه عليها هلأ ما بنعرف شو ناطرنا، يعني معلش يتعلمها تكون من ثقافة الحياة، ورجيه انه الموت اذا كان فاقد انه حسب ما هو بيعرف عن الموت بوصل له، بس ما بعطي معلومة مغلوطة، يعني بنتبه هون كمان على انه هي الاهالي كثير بيعملوها عن فكرة الموت، بورجيه انه نحن ثقافة الحزن ضرورية، فانا لما بيجوا الناس يعزونا بدنا نتشكرهم لانه نوقفوا جنبنا، هي الاشياء الاهل كثير بتوهوا عنا بهي الفترات، بس هي ضروريه وهي بتاثر كثير وبتعطي صلابه للطفل لقدام، وجربنا يعني هذا الحكي ما له نظري، نحن جربنا قبل اطفال فقدت خلال الحرب حتى قدرنا نطلع بنتائج يعني ونقارنها بين نتائج هي ونتائج الزلزال، فالروتين اللعب المدروس انغماسه بهذا اللعب بخليه يطلع من هي الحاله اللي هو فيها، بصير بعرف يا ترى هو عم بيتاثر، هذا ما عم يلعب، هذا عم يضل منزوي، كل حدا بقدر حلل سير انا او استشف على الاقل مو حلل هو كيف عم بفكر لاقدر ساعده واقدم له الدعم، وضروري انه هو يشعر اني انا واقفه معه بس مو بتعاطف مشوه، يعني انا دعمي لإلك وانا معك، واذا هو عم يشعر بالحزن فبخليه وصفه لهذا الشعور انه انا كمان عم بشعر بالحزن مشانك، ما بخلي الشعور مو مفهوم بين قلق بين حزن بين اضطراب، بوصف له يا كلمه توصف وتحدد فهو بيعرف شو به، يعني بحد التحديد بيعطي انه انا عارفان شو بني، بس انا رح اشتغل لحتى اطلع من هاي الحاله بالمساعده طبعا. طيب فضل. دكتوره يعني التوازن النفسي او خطه الحفاظ على التوازن النفسي هي يمكن غاية كتير صعبة وبدها شغل، ومو بشهر أو بشهرين، بدها نظام أكيد. متكامل أكيد. اليوم كيف ممكن نحن نشتغل على هذا الشيء بأنفسنا لحتى نقدر ننقلهم كمان للأطفال؟ تمام كتير حلو. نحن أول شيء نحاول نبعد عن كل شيء يعني سلبي عم بيأثر علينا، سواء فيديوهات سواء برامج سواء حتى لو كانت أخبار، يعني إذا نحن ما لنا مضطرين إنه نواكبها بسبب عملنا
فنحاول قدر الامكان ما نشوف هاي الاشياء، ما نختلط مع ناس كل همها هلا تجسيد الاشياء السلبيه اللي ورا بعضها، اللي هي انه نحن شوفوا شو صار فينا، نحن كذا نحن كذا. ورجي انه كل شيء عم بيصير اكيد في منحه من رب العالمين بعده. بعدين قديش هي رساله، يعني نحن هلا كواجب في عنا انه نفهم موضوع الكارثه اللي صارت، انه رب العالمين عم يقرب مننا، هو قريب بس عم يقرب مننا اكثر لنفهمه اكثر، لنعرف انه بالنهايه في رساله بهالحياه بدنا نأديها، فكل حدا بده يأديها بالطريق المناسب اللي هو بيعرف انه هو اكيد حيفيد حاله وحيفيد غيره فيه. نتضامن مع بعضنا قدر الامكان. انا ما عم اقول نوصل لمرحله الاستنزاف، يعني توازن الشعوري اكيد بدك تكوني انت عم تقدمي، بس بنفس الوقت مالك متعبه، يعني انت مضغوطه عليكي. في ناس بتقدر تضغط على حالها وتكفي، في ناس ما عندها هي القدره. فانا شو بقدر اقدم؟ بقدم ضمن الشيء المتاح. انا قدرانه انزل مبادرات، انا قدرانه استلم بالعياده، انا قدرانه اكون بفريق متطوع، انا قدرانه انزل اغاثي، شوف مين الناس اللي عم تساعد. انا قدرانه بس رسائل ايجابيه على السوشيال ميديا، يعني اقل منها. فكل حدا حسب الدور اللي هو قدران يقدمه، لأنه أنا إذا ما بعدت عن الشيء السلبي وما رجعت الروتين تبعي وما خليت القلق شوي شوي بعد، أنا رح انغمس بهي الحالة. ومعروف أنه القلق بقرته بقرة اتساعية، يعني قد ما كان عنا إيجابيات، لنفرض عنا 100 إيجابية وإجا القلق بيضغي عليهم كلهم، قلق كتير بيمتد وبسرعة. فأنا غايتي أني أنا ضل واعية باللحظة اللي أنا فيها وأعطي حالي إرساءات إيجابية. يعني مثلاً لو كان الناس بتعرف وقت الزلزال أنه في أشياء كانت ممكن تساعدهم على أنهم ينجوا كانوا عملوها، بس هن ما عملوها، مثل مثلاً الاستراتيجيات العقلية، الاستراتيجيات الجسدية، الاستراتيجيات النفسية. صدمة لأنه هي غير متوقعة تماماً، وناجمة أيضاً عن حدث غير متوقع، غير لما يكون حدا مرضان ونحن متوقعين أنه ممكن لا قدر الله يوصل لحالة الوفاة، يضل في عنا الهاجس. أما مثل هيك كارثة ما كانت متوقعة لحدا. صحيح. يعني اليوم دكتورة عطتينا هيك تفاؤل، عطتينا طرق، إن شاء الله كمان اللي يكونوا عم بيتابعونا يكونوا استفادوا منها. شكرا لك دكتورة. حبيبة قلبي، شكرا لكم. شكرا كتير لك دكتورة. شكرا لك.